أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق